الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة حديث. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه جامعنا في هذه الدنيا أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته بجوار خليله وحبيبه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نقف بحول الله تبارك وتعالى اليوم مع حديث عظيم، وهو من عمد الأحاديث وأصل من أصول الإسلام، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا الحديث يحفظه كلكم، يحفظه الصغير ويحفظه الكبير، والكل يعرف أن هذه الأركان هي أركان الإسلام والتي ينبني عليها هذا الدين. بدأ نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا المولى تبارك وتعالى، لا يستحق أحد العبادة إلا هو عز وجل، وعبادته تبارك وتعالى هي الغاية التي من أجلها خلقنا المولى عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلقهم إلا لهذه الغاية، إلا لغاية عبادته تبارك وتعالى. حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عنه يفسر العبادة هاهنا بالتوحيد، فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، بمعنى أنه لم يخلقهم عز وجل إلا من أجل تحقيق توحيده تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذا إلى اليمن قال له وأوصاه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. بالمقابل، مقابل التوحيد، توجد معصية وكبيرة هي أعظم المعاصي، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهي الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن وقع فيه. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا إن تاب صاحبه من هذا الذنب العظيم، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيضا الشق الثاني من الشهادتين شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها أن نصدق أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن ما أتى به هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالمؤمنون آمنوا بالرسل، ومن هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه: محمد رسول الله. فاصل ونعود إليكم من جديد.
حياكم الله وأيها المشاهدون الأكارم من جديد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ركن الصلاة. هذه الصلاة شعيرة العظيمة، وهي أعظم شعيرة بعد الشهادتين، هي من أعظم أركان هذا الدين العظيم. الله تبارك وتعالى أمرنا في مواضع عديدة بإقامة هذه الصلاة. الله تبارك وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعمود هذا الدين هو الصلاة، هو هذا الركن العظيم. بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع يقرر أنها فيصل بين المسلم وغير المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فضل الصلاة حديثا عظيما، يخاطب صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فيقول، يسألهم، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ يفتح الباب وعند هذا الباب نهر، وهذا النهر يغتسل منه هذا الإنسان 5 مرات في اليوم والليل. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو سؤال تقريري، سؤال بدهي، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من الوسخ الذي يمكن أن يكون عليه شيء؟ فيقول الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم: لا يبقى من درنه شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كذلك الصلوات 5 يكفر الله تبارك وتعالى بهن الخطايا. الله عز وجل يكفر لك من الذنوب بالتزامك بهذا الفرض العظيم الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالله عز وجل يكفر لك ما بين الصلوات. لو صليت الفجر ثم ذهبت في شؤون دنياك وأتت صلاة الظهر ووقعت في ذنوب بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فإنك إذا أتيت وصليت الظهر فإن الله تبارك وتعالى يكفر لك الذنوب الواقعة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. كذلك الجمعة إلى الجمعة، المراد بذلك صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، على الأمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.